عندما تتكلم كيف تكون مؤثر في كلامك؟ مكتوب فم الصديق ينبوع حياة. مكتوب أيضا تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. قيل عن يسوع لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان. لكي يكون كلامك مؤثر ونافع، أولا ينبغي أن يكون قليلا. كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى نطق كلام قدام الله، لأن الله في السماوات وأنت على الأرض، فلذلك لتكن كلماتك قليلة. يجب أن يكون مملوءا بالوداعة. الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. يجب أن يكون بنعمة، وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه. الحديث عن يسوع. مكتوب أيضا ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح، لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد. ثم ينبغي أن يكون صادقا ومستقيما حتى لو كان تحذير أو توبيخ. من يوبخ إنسانا يجد أخيرا نعمة أكثر من المطر باللسان. وأما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم. ثم ينبغي أن يكون ملائما للموقف. للإنسان فرح بجواب فمه، والكلمة في وقتها ما أحسنها. كلمات تعز الحزين، تشجع اليائس، تقوي عزم المتردد، وتعيد الثقة للذي يشك في نفسه. الكلمة إنها كشعاع شمس في يوم مظلم، وككأس ماء بارد لنفس عطشانة. ثم تكلم بسلطان الرب، هكذا يقول الرب. لكن عندما تتكلم احذر، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. تذكر عندما تتكلم اليوم اجعل كلماتك قليلة، بنعمة، بحكمة، بمحبة، بوداعة، للبنيان، كلمات تعزية وكلمات شفاء وكلمات بركة. والرب يباركك.